اهلا بكم من جديد، وراح نبدأ وياكم باولى فقرات صباح كربلاء وهي فقره سؤال التفاعل. اليوم سؤالنا يمس حياتنا اليوميه بشكل جدا كبير، موضوع الاذى. كل واحد من عندنا في حياته لابد انه يتعرض لهاي الاذيه، يعني ممكن انه تصيبه اذى من الناس، هسه سواء كان يعني مثلا في حياته، في نفسه، في ماله، لا سامح الله في ارضه ممكن انه يحصل من هذه الاذيه. فشيء هذا كان يعني لابد منه كل واحد يتعرض له، لكن المهم انه احنا كيف نتجنب اذيه الناس، انه كيف انه احنا نبعد نفسنا عن نصير انه محط للشبهه، محط للشك، محط للاقاويل بصوره عامه. في القران الكريم يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طيب انا اليوم اذا تعرضت لاذيه شخص، كيف انه اتعامل مع هذا الشخص؟ هل ارد للاساءه؟ هل ارد للاذى بنفس نوع الاذى؟ أم أتجنبه؟ أم أطبق الآية القرآنية: ادفع بالتي هي أحسن؟ ضروري جدا أنه هذا الموضوع نخليه نصب أعيننا، خصوصا في هذه الأيام اللي نشوف بيها الناس كلها متوترة، ونشوف لما واحد يمشي بالشارع يا أما يستفز يا أما هو يكون مستفز، فلذلك الأذية نشوفها وكأنما صارت في شيء عادي. كيف التعامل معها؟ الإجابة لا زالت مفتوحة أمامكم، بإمكانكم أنه تدلون بتعليقاتكم وتعطونا طريقتكم في الحياة أنه كيف تتجنبون أذى الناس. قبل ما ندخل في قراءة تعليقاتكم ونتعرف على آرائكم اللي وصلتنا، راح نروح وياكم بجولة. تعودتوا أن تشوفون ماجد الأسدي عندنا جولة خاصة بسؤال التفاعل، يلتقي بها بمجموعة من الأشخاص ويأخذ آرائهم مباشرة. طيب الآن كل واحد بيكم أمام الكاميرا، ممكن أنه هو بيته خلي يتحدث ويا نفسه، وخلي يحدثنا عن طريقته في التعامل في تجنب أذى الناس. خلي نروح نطلع إلى جولة زميل ماجد ونرجع لقراءة التعليقات. أسعد الله صباحكم أحبتي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم، وهذه جولة جديدة لبرنامج صباح كربلاء. سؤال التفاعل لهذا اليوم يقول: كيف تتجنب أذى الناس؟ تعالوا معي أحبتي المشاهدين لنستمع إلى بعض الآراء، ابقوا معنا. طبعا إن شاء الله تعالى كيف يكون أذية الناس؟ بصراحة نحن عندنا كلام الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يوصينا: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترة أهل البيت. طبعا الثقل الأكبر يمثل حسب ما يذكر العلماء عن لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو القرآن الكريم الثقل الأكبر، ومن بعده الثقل الأصغر أي الترتيب الثانية هم أهل البيت سلام الله عليهم. فيجب أن يكون الإنسان يتمسك بالقرآن الكريم تمسك حقيقي وصحيح، فيتجنب أذى الناس، وكقوله تعالى من سورة القلم نون: والقلم وما يسطرون وما بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم. إذا الإنسان عنده خلق بطبيعة الحال، كل إنسان مؤمن مسلم، كل إنسان ضعيف على كل الأرضية، فلازم يتخلق بخلق الرسول وهو القرآن الكريم. فعندما يتجه إلى القرآن يترطب قلبه بالرضا النفس والطمئنان في سبيل، حتى يقر قلبه في نفس الوقت ويجعل الناس أمامه كأنهم يعني في مستوى الضعفاء. وتلاحظون آيات كثيرة يذكر الله يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء لله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. إذن كل إحنا فقراء، ولكن أكو فقير من يتأسى بالفقر الصحيح، وهو كل عندما تعلق بالقرآن وتعلق الصحيح يكون يعرف شلون يتحمل أذى الناس وشلون يصبر على أذاهم. يتمكن الإنسان من أن يتجنب أذية الناس بأخلاقه العالية مقتديا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عندما خاطبه الله سبحانه وتعالى وقال: إنك لعلى خلق عظيم. فالإنسان اللي يجيك بالشر أنت تقابله بالإحسان، ومن خلال تعاملك وياه بالخلق العالي هو راح يبدي يراجع نفسه ويعيد النظر بأخلاقه. فإذن الإنسان يجب أن يقتدي الأئمة المعصومين، ويقتدي بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم،
ويقتدي بأوليائنا الصالحين من خلال تعامله مع المجتمع والمحيط به. يعني لا شك أنه أذية الناس هو نقدر نعتبره من الشر يعني، والشر واحد إذا يريد يتقي يعني أولاً يتجه لله سبحانه وتعالى، وأكو هواية أدعية مأثورة عن الأئمة أهل البيت عليهم السلام واحد يقدر يستعين بها حتى يتقي من شر الناس، وكذلك أن يتخلق بأخلاق أهل البيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هواية آذوا قريش وآذوا حتى من أسرته من بني هاشم مثل عمه زوجة عمه يعني، فاستعان بالله وصبر ونال المرتبة اللي هو نالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أهل البيت أمير المؤمنين صبر على أذية الناس، الزهراء صبرت على أذية الناس، وكذلك الإمام الحسن سلام الله عليه، ولا شك أبا عبد الله الحسين الذي نحن في جواره صبر كثيرا 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 على أذى الناس ونال هذه الدرجة العالية الرفيعة. إلى هنا أحبتي وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الجولة الصباحية، تقبلوا تحياتي وهذه عودة إلى الزميلات في الاستوديو.